السلام عليكم. اليوم نروحوا لمنطقة طفراوي بوهران للتعرف على مستوى الأشغال، مستوى تقدم الأشغال بمشروع مصنع الفيات إذن بمدينة وهران، واللي حسب التصريح والي ولاية وهران فالمشروع هذا تصل نسبة الأشغال به إلى حوالي 55%، وراه يجري بطريقة عادية وطبيعية، وفيه يعني كذلك تم توصيله بالكهرباء، وبقى يعني المصنع هذا يتم توصيله في الأيام القليلة القادمة بالمياه وكذلك بالطاقة تاع الغاز. إذن وللعلم أنه المصنع هذا سوف ينتج 90,000 سيارة من نوع فيات في السنة، وتبدأ أولى يعني سيارات نتاع فيات تخرج من المصنع في السداسي الأول من سنة 2024، إذن بعد سنة من الآن. هذا هي كل ما يتعلق بهذا المشروع الطموح مع الشريك الإيطالي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.